بتلوين رسومات علم أو علم وخارطة فلسطين وقبة الصخرة المشرفة، عبر أطفال مخيم الزرقاء عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي. هذه الفعالية التي نظمتها الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين تهدف إلى تعريف الأطفال بفلسطين والتمسك بقضيتهم. أنا شاركت بهالمبادرة عشان ندعم فلسطين ونأيدها ونبين حبنا لفلسطين. هسه رح نلون علم فلسطين. أنا بلون علم فلسطين وبحب فلسطين وبأيدها وبشكر شباب فلسطين. بهدي هذا العمل يا صغار يا أخوان الأطفال. لونت جامع الأقصى، لونت الصخرة، لونت الشيخ، لونت الخريطة، لونت العلم فلسطين. أصدرنا كتيبات باسم جمعية أردن العودة واللاجئين في الزرقاء. هذا الكتيب فيه صور عن قبة الصخرة، عن المسجد الأقصى، عن خارطة فلسطين، عن علم فلسطين، عن شجر الزيتون، عن القسام، وفي متاهة اللي بدخلها وبحلها بوصل المسجد الأقصى، وفي كلمات متقاطعة بالأخير بيطلع النهاية عنده المسجد الأقصى المبارك. هذا الهدف من هذا النشاط إنه توصيل فكرة للشباب الصغار الأطفال ألا ينسوا فلسطين، لا ينسوا المقدسات والأقصى ولا خارطة فلسطين ولا أهداف فلسطين ولا مجاهد فلسطين.